أهلا أصدقائي ومرحبا بكم مرة أخرى في الجولة الثانية من هذه الصفحة 39 وتتمت التمرين. إذن سوف نرسم الجدول الذي يمكننا من تحويل الكتل وحدات الكتل. إذن كما تلاحظون على الورقة رسمنا هذا الجدول. إذن نمر إلى التحويل الأول 2.1 كيلوغرام نحولها لغرام. دونك لو شيفر دي زونيتي سي لو 2، رقم الوحدات هو ديك الجوج، غادي نحطوها في الكيلوغرام والواحد غادي يجي في الهكتو غرام. من بعد عطينا نحولوها لمن الغرام، غادي نزيدو الاصفار، شحال من زيرو غادي نزيدو 2، دونك شحال عطاتنا 2100 غرام. يلا كتبها حداها ولا قدامها ولا في الجنب. دونك سا فا دوني 2100 غرام، كتب حداها غرام، ضيق حول ندوزو اصدقائي الخمسة طن نحولوها لكيلوغرام، دونك اكتبوا الخمسة في الطن، برافو، ونضيف صفران للتحويل للكيلوغرام، إذا النتيجة 500 كيلوغرام، لا كيلوغرام، 500 ولا 5000؟ لا 5000، 5000، وي تخي بيان. هي هذيك 208.108 ميلي غرام، دونك رقم الوحدات هو الويت، غادي نحطوه في الميلي. يلا تما الويت والزيرو والدو، لما نحولو هنايا الكونفونسيون فيغ لو غرام، غنحولو الغرام وغادي تعطينا 0.208، كتب 0.208 غرام، برافو 1240 غرام، الزيرو غادي تحط في الغرام ياك، والكاتر بيان سيغ والدو والان نحولوها للكيلوغرام، دونك غتعطينا 1.24. ايوا ولينيتي كيلوغرام، كيلوغرام فين حولتي؟ ريكوبيي اي اسوسي لي فالور كي سو كوريسبوند، 1.25 كيلوغرام فين هي هنا في هاد الربعة اللي من هنايا، دونك غتحطها في الجدول وتحول. يلا الواحد غتحطه في الكيلو، الواحد في الكيلوغرام، والخمسة وعشرين، وغتحول غتشوف لمن غتحول، دونك حولها مثلا الغرام غير بعقلك، غير بعقلك بلا ما تكسب، إلا حولتها الغرام غتعطيك 1250، 1250 غرام، ها هي، فين هي؟ هي هاديك صافي، دونك الأولى مع الثالثة، فهمتي؟ نعم، هذا الشيء كاين. نشوفو الثانية 12.5 سنتيغرام، 12.5 سنتيغرام، غتحط 2 في سنتيغرام، جوج في سنتيغرام، الواحد غادي يجي في ديسي غرام، والخمسة غادي تجي في الميلي غرام، دونك غادي تحول عاوتاني بعقلك مثلا غتحولها للميلي غرام ولا للغرام اللي بغيتي، ونشوفو واش غنلقاو الأخرى. إلا حولتها للميليغرام تعطيك 125 ميليغرام، راه هي هي الأخرى. ها هي. فهمتي؟ نعم. بقات لك هذيك 1.25 هكتوغرام، غتحط الواحد في الهكتوغرام. بيناتكم في الغرام. الواحد في الهكتوغرام، الواحد. الواحد في الهكتوغرام، والجوج والخمسة. إذن إلا حولتيها بقات لك تما 100، حولها للغرام شحال تعطيك؟ 125 غرام، إيوا هي هاديك راه هي غتجي مع الأولى. والأخيرة مع هاديك، فوالا، هادشي اللي كاين. إذن أصدقائي في فيديو آخر سوف نواصل إلى التمرين الآخر حتى نربح الوقت. كنت مع بروف فريد وأحد تلامذته من كوليكسيون أونيفير بلس بروميير أني دو كوليج فيزيك شيمي. أو غوفوار، أ بيانتو، أون سوفيغا دون لا بروشين فيديو.